هذه مبرد الزيت، هذا هنا في التربو، فما فلتر هنا في التربو اللي يعني يحب يمنع التربو نتاعو ويعيش معها اكثر، يصب زيت جويد اللي هو 10 40 45 وينحي الفلتر اللي موجود هنا. الفلتر الموجود هنا هذايا يعاونوا فيه باش يعيش التربو اكثر، ينحيه ويخليه بلاش، او ديما يبدلوا يتفقدوا يعني كل 50000 كيك يبدلوا مع الشان، فما فلتر هنا يتبدل يعني هذه كامله تشرى تتبدل. هذه في البينوف. هذا هي حساس الزيت في 1.6 اتش دي في البينف، هذا هي حساس الزيت. هذه هي الكتروفان تاع التربو نتاع البينف اللي هي تمشي بالهواء، وهذه تمشي بالكتريك. هذه الاثنين يخدموا بعضهم، يوزعوا الهواء على بعضهم. شوفوهم هنا الخراطيم كيف جايه، هذا من هنا يدور يمشي حتى لهذ، هذه تمشي بالكهرباء وبالهواء. شفتوا هذا هاو اللي جاي بالهواء جاي من فوق هو الاول، واللي جاي واللي ماشي للالكتروفان تاع التربو جاي هو الثاني، وهذا متاع التنفيس. هذوما الاثنين مهمين اللي هما يخدموا التربو بالفيش. هذه الالكتروفان تاع التربو اللي هي بالكورون، وهذه اللي بالهواء، الاثنين هذه كورون وهواء.